السلام عليكم. اليوم نروح لعين البنيان بغرب المدينة الجزائر على الساحل. إذن أين تقع واحدة من أجمل الإقامات السكنية في الجزائر، واللي تعتبر بحق إقامة من طراز 5 نجوم، حيث أنه تحتوي هذه الإقامة على 2 مسابح في يعني في الأفق، يعني اونيفو دي تيراس، وكذلك عدة سكنات راقية حقيقة، وكذلك نلاحظ الطراز المعماري الجميل يعني عصري ومتناغم، حتى وأنه فيه ما يقدر يعني ما يؤخذ عليه، وهو قضية توزيع الشقق اللي نوعا ما فيه نوع من الضيق ونوع من الكثافة نتاع الشقق هذه. لكن هذا راجع، أنا أكيد أنا أعلم أنه هذا راجع إلى الشح العقارات، شح يعني من ناحية المساحة على الأرض، لا سيرفاس أو سول، للمعطورين العقاريين للأسف ما عندهمش اختيار كثير وكبير في ميدان يعني اختيار المساحات، وهذا مشكل يعود إلى بالدرجة الأولى إلى الدولة الجزائرية. لازم ولا بد أن توفر العقارات بما فيه الكفاية لهذا المطورين العقاريين، لأن في الأخير العمل تاع المطورين هو أفضل وأنفع عمل ممكن تقوم به أي دولة في العالم، لأنه الأمر يتعلق بالتعمير، والتعمير ذكره الله في القرآن، يعني الإنسان المهمة الأولى تاعه هي تعمير الأرض، وهذا العمل تاع المطورين هو حقيقة معمرين للأرض، ولابد على الدولة أن تأخذ بيدهم وتساعدهم وتسهل لهم الولوج إلى الأراضي وإلى العقارات، وأن تنظم العقارات، لأن الدولة هي دور تاعها هو التنسيق بين هذا المطورين العقاريين، باش التطوير العقاري هذا يكون منسجم ويعطينا حقيقة المدينة مدينة عصرية. هذا هو الهدف، الهدف هو إنشاء المدينة، إنشاء ما يسمى بالمدينة، وهو الفضاء سانيسباس دو سيتوينتي، فضاء أين تجتمع فيه المواطنين وتجتمع فيه الإنسان ويجتمع فيه المجتمع. لابد على الدولة أن توفر العقار وأن تنظم العقار وللمطورين هادو، وهذا أقل ما تقدر أن تقوم به تجاه هذا المطورين الذين أثبتوا كفاءتهم وأثبتوا يعني علو كعبهم في ميدان يعني لا كونسيبسيون، التصور والإبداع في الميدان العمراني. لابد على الدولة أن تتقف مع هذا المطورين العقاريين اللي راهم يعملوا أعمال يعني عمل رهيب والعمل جميل جدا، خاصة في المدن يعني الكبرى، ولابد علينا عن هذا التطور، لابد أن يمس المدن الأخرى في كل ربوع الوطن، كل منطقة لازم بالاحترام المكونات والخصائص تاع كل منطقة، لكن العمران هذا لابد على الدولة أن تأخذ به وأن تعتني به وأن تطوره وأن تساعد هذا المطورين العقاريين اللي راهم يديروا خدمة كبيرة للوطن. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.